بسم الله الرحمن الرحيم. نتناول اليوم موضوع حساب أو كيفية حساب التشوهات الحاصلة في بي معين أو عند نقطة معينة وقع على بي معين تحت تأثير أحمال المسلطة عليه باستخدام طريقة المومنت أريا ميثود أو طريقة العزم والمساحة. هاي الطريقة تربط ما بين تشوهات وما بين البيندنج مومنت دايجرام وتعتمد أو تشمل هذه الطريقة نظريتين. الأولى تربط ما بين ميل مماسات المرسومة عند نقطة معينة وما بين مساحة أو ميل مماسات المرسومة على نقطتين موقعات على الإلاستيك كيرف للبيم وما بين مساحة البندق مومنت دايجرام المحصول ما بين هاي النقطتين. والنظرية الثانية تربط ما بين المسافة العمودية ما بين نقطة وقعة على الإلاستيك كيرف للبيم المشوه والماس المرسوم من نقطة أخرى على هذا الإلاستيك كيرف هذه الناحية وعزم البندق مومنت دايجرام حول إحدى النقطتين أو حول النقطة الأولى. فحتشتق العلاقة الخاصة بكل نظرية من هاي النظريات الخاصة بالمومنت أريا ميثود. نفترض عندنا جزء من بيم مشوه اللي مثبت بإلاستيك كيرف اللي هو هذا أو مثبت على نقطتين هي البوينت A والبوينت B بحيث يكون إحداث البوينت A على المحور الأفقي اللي يكون أو يبدأ من الطرف الأيسر من البيم يكون إحداثيها XA وإحداثي XB للبوينت B وهذا يكون ابتداء من الطرف الأيسر أو يحسب من الطرف الأيسر للبيم. ونحدد نقطة على الإلاستيك كيرف واللي يكون إحداثيها X على البيم وعلى مسافة DX بعد هاي البوينت هنحصل على النقطة اللي يكون إحداثيها X زائد DX. فيكون عندي طول الإلاستيك كيرف المحصول ما بين البوينت X والبوينت X زائد DX هو مساوي إلى DS والزاوية المقابلة لهذا الجزء من الإلاستيك كيرف اللي هو DS بحكم مقدارها D ثيتا. فحتى نحصل على العلاقة اللي تربط ما بين D ثيتا والDS والDX والبندق مومنت دايجرام نبدأ من هذه المعادلة الـ R في الـ D theta اللي هو نصف قطر الانحناء والـ D theta اللي هي الزاوية المحصورة ما بين القطر عند هاي النقطة والنصف القطر عند هاي النقطة بتكون مقابلة للـ DS تساوي لنا الدي اكس اللي هي المسقط الافقي لهذا الجزء من الاستيك كيرف. هاي العلاقه شلون حصلناها؟ احنا ذكرنا ان المسافه دي اكس حتكون صغيره فبالتالي حتكون عندي ايضا المسافه او هذا الجزء من الاستيك كيرف او هذا المنحني
حيكون طول الدي اس فيكون عند ايضا صغير، فبالتالي ممكن افتراض ان الدي اكس مساوي الى دي اس، لان كونها مسافه صغيره وكون مقدار التشوهات اللي تحصل هي في البيم هي صغيره، فتكون عند الدي اس مساوي الى دي اكس، وهذا وضحناه بالشكل هذا. الان لو نحسب هاي الزاويه اللي هي دي ثيتا هي المقابله للقوس دي اس، فتكون عندي دي ثيتا او تانجنت دي ثيتا يساوي لنا المقابل اللي هو دي اس، واذا كان دي اس حيساوي دي اكس، فتكون عندي دي اكس على المجاور اللي هو نصف قطر الحناء اللي هو ار. وبما ان الزاويه دي ثيتا هي جدا صغيره، فتكون عندي الحاله هاي تانجنت للزاويه دي ثيتا وحيساوي لنا نفسها قيمة الزاوية دي ثيتا، وتساوي لنا الحل هاي الدي اكس على ار. لو نعيد ترتيب هاي المعادلة بحيث نضرب الطرفين المبسوطين، فتكون عندنا الدي اكس تساوي لنا ار في الدي ثيتا اللي هي نفسها هذه الصيغة. ونعيد ترتيب هاي المعادلة مرة ثانية، أو نجعل المعادلة الأصلية اللي هي دي ثيتا تساوي لنا دي اكس على ار اللي هي هاي نانا، ونجعل عملية التكامل لكل من دي ثيتا والدي اكس ما بين البوينت A والبوينت B، فتكون عندي العملية بالشكل التالي. نتكامل دي ثيتا وحيساوي لنا الزاوية ثيتا بي اي، وهي الزاوية المحصورة ما بين المماس المرسوم أو امتداد المماس المرسوم من البوينت A وامتداد المماس المرسوم من البوينت B اللي هي هذه. أما ناتج التكامل للدي اكس أو ما بين البوينت A والبوينت B بحكم عندي بهذه الصيغة، لما أعوض قيمة الواحد أوفر R الكيربتشر بما يعادلها، من هاي المعادلة هي M أوفر EI من الإلاستيك، معادلة خاصة بالإلاستيك بيم، فهتكون عندي الصيغة النهائية لهذه المعادلة هي الثيتا بي اي تساوي تكامل الام اوفر اي اي، والام هي فانكشن اوف اكس، معادلة بدلالة العزم بدلالة الاكس مقسوم على الاي اي مضروب في الدي اكس. هذه هي الصيغة النهائية لعملية التكامل. فكما ذكرنا هذا جزء من المعادلة حيمثل لي مقدار التغير الحاصل في بين المماسات المرسومة في كل عندكم من النقطة A والنقطة B، أو الزاوية المحصورة كما ذكرنا ما بين امتداد المماس المرسوم في عند البوينت A وامتداد المماس المرسوم عند البوينت B. أما بالنسبة للطرف الأيمن من هذه المعادلة، فنأخذ فقط هذا الجزء من المعادلة نرجع على التكامل والاي اي ناخذها برا قوس التكامل او علامه التكامل، فتكون عندي تكامل الام في الدي اكس ما بين البوينت اي والبوينت بي راح يساوي لنا مساحه البيندنج مومنت
diagram ما بين البوينت A والبوينت B. فلا عندنا هذا المخطط مثل لنا البندنج مومنت دايجرام. البندنج مومنت دايجرام ما بين البوينت A والبوينت B. فعندنا لو نجي عمل تكامل لهذا الكيرف اللي يكون بدلالة X ما بين هذا البوينت وهذا البوينت، فحنطيني هذه المساحة الواقع أسفل البندنج مومنت دايجرام ومحصورة ما بين هذا البوينت وهذه البوينت اللي هي X و B. ولما نقسم هذه المساحة على الـ EI راح يعطينا الثيتا بي اي، اي معنى اخر ان مقدار او المساحه المحصوره، مساحه البندنج مومنت دايجرام المحصوره ما بين نقطتين وقعات على الالاستيك كيرف اللي هي هذه النقطه وهذه النقطه، مقسومه على الفلكتشوال وجد يعني EI، راح يساوي لنا مقدار التغير الحاصل في ميل المماسات المرسومة عند هاتين النقطتين، وهذا ما يسمى بالمعادلة الأولى بالنظرية B، النظرية الأولى للمومنت أريا ميثود. وقلنا تربط ما بين مساحة البندنج مومنت دايجرام ما بين أي نقطتين وما بين ميل المماسات المرسومة عند هاتين النقطتين، حتى نشرح أو نستقبل العلاقة الخاصة بالنظرية الثانية للبندنج مومنت المومنت أريا ميثود. نجي على نفس المخطط مالتنا، لكن نرسم عند البوينت X مماس اللي هو هذا، ونرسم عند البوينت X زائد DX هذا المماس، ونحدد المسافة DT اللي هي من هاي النقطة إلى هاي النقطة اللي تكون موقع على هذا الخط العمودي المرسوم واللي يمر بالبوينت B. هاي النقطة أو هاي المسافة سميناها DT لكونها صغيرة، هي تكون مقابلة للزاوية دي ثيتا. هاي الزاوية دي ثيتا هي نفسها هاي الزاوية، وهذا نجدنا من هذا المماس عمودي على هذا القطر نصف قطر، وهذا المماس عمودي على هذا نصف قطر، بتكون عندي هاي الزاوية هي نفسها هاي الزاوية من التعامد. وبما أن هاي الزاوية صغيرة فتكون عندي دي تي أيضا هاي المسافة أيضا صغيرة. فحتى نوصل أو نشتق العلاقة لتربط ما بين المساحات الخاصة بالبندنج مومنت دايجرام أو بندنج مومنت دايجرام وما بين المسافة dt والتالي ما بين الديفلكشن، نجعل هاي العلاقة dt اللي هي المسافة تساوي لنا x b ناقص x اللي هي مسافة من هاي النقطة إلى هاي النقطة مضروبة في dt. هاي العلاقة بنجبناها أيضا مثل ما بالأسلوب اللي اتبعناه في إيجاد العلاقة ما بين المساحة مساحات للبندنج مومنت دايجرام وما بين التغير الحاصل في الزوايا أو ميل المماسات نفس الأسلوب. نيجي على الصيغة التالية، عندي تانجنت دي تيتا راح يساوي لنا في هاي الزاوية تساوي لنا الدي تي المقابل اللي هو مثلنا المقابل للزاوية على المجاور اللي هو من هنا هنا، وراح يكون مساوي إلى هاي المسافة اللي هي اكس بي ناقص اكس، فتكون عندي تانجن دي تيتا تساوي دي تي المقابل على المجاور اللي هو x b minus x. وبما ان
تانجنت أو الزاوية دي ثيتا صغيرة، فتكون عندي بالتالي تانجنت دي ثيتا هي نفسها دي ثيتا نفس الأسلوب، فتكون عندي الدي تي بعد ما نجي عمل التعديل وإعادة تكتيب المعادلة، الدي تي تساوي لنا الدي ثيتا هي نفس التانجنت دي ثيتا مضروبة في الإكس بي ناقص إكس اللي هي هذه المعادلة. وعندي من المعادلة الأولى الدي ثيتا تساوي لنا 1 على ار الكيرفتشر في الدي اكس اللي هنا أنا. واجي اجرى عمليه تكامل لكل من الدي تي و الدي ثيتا ما بين البوينت اي والبوينت بي. فتكون عندي لما كامل الدي تي من البوينت اي البوينت بي راح تساوي لنا المسافه العموديه من البوينت بي الى هنا، والى ان يتقاطع مع امتداد مماس المرسوم من البوينت اي. فتكون عندي دي تي تي بي اي هي ناتج التكامل الدي تي ما بين الاي وما بين البي. فتكون عندي المسافة العمودية كما ذكرنا ما بين البوينت بي وامتداد المماس المرسوم للبوينت اي هي هذا، راح يساوي لنا تي بي اي. اما الطرف الايسر الايمن من المعادلة خاصة بالتكامل ما بين البوينت اي والبوينت بي، فاحنا ممكن نعوض عن 1 على ار الكيرفتشر بما يساويها اللي هو ام اوفر اي اي. فتكون عندي هذه المعادلة بعد ما نعوض عن الواحد اوفر ار بالام اوفر اي ار حتكون عندي بهاي الصيغة. وايضا هذا جزء من المعادلة لو ناخذ الاي اي نطلعها خارج التكامل، فتبقى عندي الاكس بي ناقص اكس مضروبة في الام في الدي اكس، واحنا الام هي function of x معادلة بدلالة الاكس. راح نلاحظ ان هذه المعادله تمثل لي عزم مساحه البندنج مومنت دايجرام ما بين البوينت اي والبوينت بي حول البوينت بي، اي عزم مساحه المحصوره مساحه البندنج مومنت دايجرام المرسوم او ما بين عزم مساحه البندنج مومنت دايجرام ما بين البوينت اي والبوينت بي اللي يكون عندي هاي المساحه مالته، عزم هاي المساحه محسوب حول البوينت بي بمعنى اخر بعد حاصل ضرب بعد مركز هاي المساحه المحصوره بين البوينت اي والبوينت بي بعد مركزها عن البوينت بي مضروب في المساحة راح يعطيني عزم هاي المساحة حول البوينت بي، واللي بالتالي راح يساوي لنا بعد أن نقسمه اللي هو عزم هاي المساحة بعد نقسمه على الاي اي راح أحصل على المسافة العمودية ما بين البوينت بي وامتداد مماس المرسوم من البوينت اي اللي راح نسميه تانجنشال ديفيشن وهو الانحراف العمودي او انحراف المماس لي او الانحراف العمودي للمسافه ما بين البوينت اي او الانحراف العمودي ما بين البوينت اي وامتداد المماس المرسوم الانحراف ما بين العمودي ما بين البوينت بي وما بين المماس المرسوم من البوينت اي. هذا هو مبدأ النظرية الثانية للمومنت اريا ميثود. نال عندي
رمز تي بي اي جدا مهم. فالبي احمثل النقطة اللي يمر بها التانجنشال ديفيشن المسافة العمودية، وعندي الاي هو راح تمثل النقطة اللي يسمى عندها المماس اللي احتقاطها مع التانجنشال ديفيشن. يعني لو نقلب الآية نرجع اتجاه على الجهة الثانية، وإذا أحسب المسافة العمودية ما بين البوينت اي وما بين مماس امتداد مماس المرسوم من بوينت بي، فحيكون عندي رمز هاي المسافة من هنا هنا هو تي اي بي. فأذكر عندي بداية رمز النقطة اللي يمر بها التانجنشال ديفيشن أو الأحسب عندها التانجنشال ديفيشن، والنقطة الثانية هي النقطة اللي يسمى عندها المماس. فالآن عندي هذا الجزء حيكون عندي تي اي بي، وعندي هاي المسافة حتكون عندي هي ممثلة بالتي بي اي. بعد ما اشتقينا العلاقة بكل من خاصة بالنظرية الأولى والثانية والمعتمدة واللي على أساسها تم بناء المومنت اري ميثود، نجي على موضوع الساين كونفنشن الإشارات. الخاصة بكل من الميل والتانجنشال ديفيشن. لو كان عندي إلاستيك كيرف مقعر الآلة، فيكون عندي مماس في الحالة هاي عند أي نقطة راح يكون يرسم أسفل هذا الإلاستيك كيرف. أما إذا كان عندي مقعر هذا الإلاستيك كيرف مقعر الأسفل، فيكون حيكون عندي مماس عند أي نقطة هو اتجاهها الأعلى. فإذا كانت عندي المماس واقع أسفل الإلاستيك كيرف، فتكون المسافة العمودية أو التانجنشال ديفيشن ما بين أي نقطة واقعة على الإلاستيك كيرف وما بين امتداد هذا المماس المرسوم من نقطة أخرى راح تكون إشارتها موجبة. أما إذا كان تقعر الأسفل وكان عندي الإلاستيك كيرف أسفل المماس، فيكون عندي التانجنشال ديفيشن من أو الانحراف العمودي المحسوب من أي نقطة إلى امتداد المماس المرسوم من نقطة أخرى راح تكون إشارته سالبة. أما بالنسبة للزوايا، إذا كان تقعر الأسفل فتكون الزاوية المحصورة ما بين المماسات المرسومة عند أي نقطتين على الإلاستيك كيرف، فتكون عندي إشارة الزاوية موجبة لما تكون عكس عقرب الساعة وتكون سالبة لما تكون مع عقرب الساعة. واحنا دائما نقيس الزاوية من المماس المرسوم من النقطة الواقعة على اليسار، فيكون الدوران مع عقرب الساعة موجب سالب، والدوران عكس عقرب الساعة حيكون عندي موجب. فاحنا دائما نقيس الزاوية كما ذكرنا من المماس المرسوم من النقطة الواقعة على اليسار باتجاه مماس المرسوم من النقطة الواقعة على اليمين. فتكون عندي إذا أرسم الشكل هذا فتكون عندي الحركة عكس عقرب الساعة، فتكون عندي إشارة الزاوية ثيتا بي أي راح تكون موجبة. وإذا أرسم أجعلها على هاي الجهة أو هذا مخطط وأبدأ من هاي النقطة اللي هي وقع على هذا المماس المرسوم من النقطة أي وقع على اليسار وأجي باتجاه هذا المماس اللي يكون على النقطة وقع على اليمين، فتكون عندي إشارة هذه الزاوية إشارة سالبة. هنحتاج في حل الأسئلة أو في حساب التشوهات الحاصلة في البيمز باستخدام المومنت أري ميثود، نحتاج المساحات
معرفة المساحات وبعد مركز المساحات عن أي نقطة واقعة على هذا الميم. فحنا نعرف إحنا إذا كان عندنا مساحات المستطيلة وكيف نحسبها، وهي مساحات تقليدية للمستطيل والمربع والمثلث والدائري إلى آخره، فممكن نحسب المساحات بسهولة. وبعد المركز هاي المساحات عن أي محور ممكن نحسبه أيضا بنفس السهولة. في حالة وجود البندنج مومنت دياجرام شكل كير، وهو لما يكون عندي الحمل الموزع سواء بشكل منتظم على طول البيم او غير منتظم، فيكون عندي البندنج مومنت دياجرام المقابل اللي يمثل لتاثير هذا الحمل راح يكون بشكل كير. قد يكون من الدرجه الثانيه اذا كان عندي الحمل موزع بانتظام على طول على طول البيم، فتكون عندي البندنج مومنت دياجرام يكون هو كيرف او بارابولا من درجة ثانية. او قد يكون اذا كان عندي الحمل موزع بشكل مثلث، راح يكون عندي الكيرف المثل للبندنج مومنت دياجرام لهذا الحمل الموزع المثلث راح يكون بشكل معادل بكيرف من درجة الثالثة. فحتى نحسب المساحات أسفل الكيرف مهما كانت درجة معادلته وما محصور ما بين نقطتين، ممكن استفاد من هذه العلاقة. فرضا عندي هذا الكيرف بأي درجة كان، ثانية ثالثة رابعة أي كان درجته، وإذا أحسب المساحة الواقع أسفل هذا الكيرف احنا بنسبة الرمز A1، تكون هاي المساحة A1 تساوي لنا 1 على N اللي هي تمثل الدرجة مالت الكيرف، قد تكون ثانية ثالثة رابعة، زائد الواحد مضروبة في عرض هذا المسافة اللي راح يكون B هاي المسافة في الارتفاع اللي هو H. فتكون عندي 1 على N كما ذكرنا الدرجة مالت الكيرف، وعندي زائد 1 مضروبة في الطول في العرض في الارتفاع لهذه المسافة. فإذا كانت عندي هذه المساحة A1 فممكن إيجاد مساحة A2 من حاصل طرح الـ A1 من المساحة الكلية. فهذه المساحة الكلية هي H في B. إذا أطرح من عندها A1 مساحة A1 في الصيغة فححصل على المساحة A2. أيضا ممكن أوجد بعد مركز هاي المساحة اللي هي A1 عن هذا المحور من خلال العلاقة الحالية اللي هي B، هذه المسافة مقسومة على N اللي هو درجة معادلة الكيرف زائد 2، فتكون عندي هاي المسافة X بار. فإذا كانت عندي هاي X بار فتكون عندي بعد المركز للمساحة A2 عن هذا المحور تساوي لنا Z بار، وZ بار تساوي لنا الB على العرض الكلي ناقص X بار اللي هي محسوبة مقسومة على 2، فتكون عندي هذا Z بار. فإذا كانت عندي هذا X بار بعد هاي المركز هاي المساحة عن هذا المحور، فيكون بعد المركز هاي المساحة عن هذا المحور يساوي لنا العرض الكلي اللي هو البي ناقصة اكس بار اللي حتكون عندي البي ناقصة اكس بار. ايضا اذا كان بعد هذا المركز عن هذا المحور هو زد بار، فحيكون عندي بعد هذا المركز عن هذا المحور هو البي ناقصا زد بار، راح يكون عندي بي ناقصا زد بار كما مثل في المعادلة. وناخذ ابسط صيغة للكيرفات اللي هي البارابولا اللي تكون معادلتها من درجة ثانية، فتكون عندي المساحة A1 حسب هاي المعادلة تساوي لنا 1 على N اللي هتساوي لنا 2 برابولا زائد 1، بتكون عندي 1 على 3 في البي اتش، فتكون عندي هاي المساحة ثلث قيمة ال H في البي. فإذا كانت عندي A1 هي ثلث البي اتش أو 1 على 3 من بي اتش، فتكون عندي مساحة A2 تساوي لنا البي اتش
ناقصة A1 أي ما حتكون عندي، فهي إذا كان عندي هذه المساحة A1 هي 3 البي اتش، فحتكون عندي الـ A2 هي ثلثين البي اتش بعد ما أطرح هذا الثلث بي اتش من البي اتش الكلية. نفس الشيء إذا أحسب هاي بعد هاي بعد هذا المركز عن هذا المحور حسب هاي المعادلة، البي اللي هو العضو الكلي مقسوم على الدرجة اللي هو 2 زائد 2 فصل عندي 4، فصل عندي البي على 4 هو مسافة من هاي من مركز المساحة A1 إلى هذا المحور هو ربع البي. فإذا كان عندي هذه ربع البي فهتكون بالتأكيد هاي المسافة من هذا المركز إلى هذه المسافة هو 3 أرباع البي. نفس الأسلوب ممكن نوجد المسافة زد بار اللي حسب هاي المعادلة، فهي البي ناقص اكس بار، فتكون عندنا عندي بي ناقص الربع البي وحصل عندي 3 أرباع البي، أقسمها على 2 وحصل عندي زد بار هي 3 أثمان البي حسب هاي المعادلة. فإذا هذه المسافة من هذا المركز إلى هذا المحور هو 3 على 8 من البي، إذا بعد هذا المركز عن هذا المحور راح يكون عندي 5 على 8 من البي. هذا هو الأسلوب اللي ممكن نجد بيه مساحات وبعد مراكز مساحات اللي وقع أسفل الكيرفات اللي تكون من درجة الثانية والثالثة والرابعة، وإحنا بالأصل نعرف شو نجد مساحات للمساحات ومراكز مساحات تقليدية اللي كما ذكرنا قد تكون مربع مثلث مستطيل إلى آخره من المساحات.